نذكر مشاهدينا الأعزاء بأن صاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم هي ثروة الفائزة بالشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، وهي مملوكة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتوقيتها الزمني 4:32 و72 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الزمني الأفضل المسجل في صباح هذا اليوم. تهانينا وإنها مسلمة لك ثروة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على تحقيق والفوز بالشوط الأول الرئيسي، وكذلك تحقيق أفضل توقيت. أيها الأعزاء، شوط ما قبل الختام يستعد للانطلاق، والكل وعيون الملاك والمشاركين تراقب بوابات الانطلاق. اليوم شهدت ميادين الشحانية إقامة 35 شوط، 25 منها هنا على أرضية ميدان الشحانية، وعشرة أشواط على أرضية ميدان لبصير. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. شوط ما قبل الختام ينطلق، والكلمة إلى الزميل حمد بن محمد الزعمي. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، ننطلق أيها الإخوة ونتواصل مع تواصل هذه الأشواط. شوطنا 24 يسير، ونتابع بداية هذا الشوط بداية مع مشرفة لهزاع بن حمد أبو شريدة المري. هذه مشرفة من تحتل المركز الأول، تليها على المركز الثاني بديعة لعلي بن خالد بن عبد الله العطية من تتواصل على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث التواجد من الشاهينية ناصر بن سالم بن لنقح المري، وعلى المركز الرابع الوصول من جبارة لسيف بن علي بن سعيد الكتبي من تتواجد على المركز الرابع، ولكن حصل تغيير على المركز الرابع من قبل مصيحة عبد الهادي بن نشير المري. وخامسا تتراجع مشاهدينا الكرام جبارة لسيف بن علي بن سعيد الكتبي. هذه نتيجتنا ونداءنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ونعود ونتابع بداية هذا الانطلاق والمركز الأول والصدارة. هناك مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشاهينية مع المركز الأول ناصر بن سالم بن لنقح المري مع مقدمة هذا الشوط، ومع المسار الأول ومع مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، هذه الشاهينية ناصر بن سالم بن لنقح المري، بينما تليها على المركز الثاني وصلت مصيحة عبد الهادي بن نشير المري. قدوم ووصول في أول نداء وأول إذاعة لزاهية، وسلالة زاهي مشاهدين الكرام، سلالة زاهي العريقة التي يتميز بامتلاك حمد بن محمد الشراب. هذه زاهية مشاهدين الأفاضل، هذه زاهية من تتدخل في هذه اللحظات، وشعار الشاهينية وشعار العديد من السبق تتواصل هنا زاهية وانطلاقتها. الله، نتابع المركز الرابع الوصول من الشاهينية طالب بن صالح بن عقيل المري، ورابعا الله، يلا يا ابو فيصل، يا سلام يا سلام، هنا على المركز الرابع الخامس، على المركز الخامس التواجد، وأيضا هنا سمحة حمد بن فران بن عتيق البريدي المري على المركز الخامس. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الشاهينية ناصر بن سالم بن لنقح المري مع الشاهينية، ومع تصدر الشاهينية وانطلاقة الشاهينية في المركز الأول، بينما تليها هنا مصيحة عبد الهادي بن نشير المري، وعلى المركز الثالث وصلت زاهية مع حمد بن محمد الشراب. الأخير حمد بن فران بن عتيق البريدي مع سمحة على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس بن عقيل مع الشاهينية طالب بن صالح بن عقيل المري. يا سلام، هذه الشاهينية مع الصدارة مع الانطلاق الأول بعد مغادرتنا عن الكيلو الأخير، ومن الكيلو الأخير ناصر بن سالم بن لنقح المري، بينما الشاهينية يقولون في رصيدها سيارة مشاهدين، أو سمحة نعم، من تتواصل على المركز الثاني في رصيدها سيارة حمد بن فران بن عتيق البريدي المري مع سمحة، ومع انطلاقة سمحة هذه اللي تتجاوز من الجانب الأيمن. يا سلام،
طارت سمحة مشاهدين الكرام، أقلعت راهية هنا على المركز الثاني حمد بن محمد الشراب، ولكن هناك تدخل قوي ووصول مشاهدين الكرام من هدوء عيسى بن حمدان بن حماد البلوي، هنا أحد الضيوف هنا على هذا الميدان. يا سلام، الله الله الله، السيارة ما جات من فراق. هذه سمحة مشاهدين الكرام، سمحة حمد بن فران بن عتيق بن قريع المري مع الصدارة، مع الانطلاق الأول، مع صدارة هذا الشوط. بن عقيل يتحرك على المركز الثالث وعلى المركز الثاني بن عقيل طالب بن طالب بن عقيل المري، ولكن الله 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 صالح، ولكن فاران حمد بن فاران بن عتيق بن قريع المري نهني على فوز الشاحنية أو على فوز سمحة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاحنية طالب بن صالح بن عقيل المري، المركز الثالث تصل على المركز الثالث هدوء عيسى بن حمدان البلوي، أما المركز الرابع فوصلت زاهية حمد بن محمد الشراب، المركز الخامس مخيفة للسيد محمد بن حمد بن سعيد الكتبي. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني بعد فوز سمحة وتحقيقها بالمركز الأول وانتزاعها لصدارة هذا الشوط وتسجيلها لهذه النقطة بعد أن سجلت نقاط، ومن أحداها سيارة مشاهدين الكرام في سن المفاريد، وها هي تفوز معنا في سن الحقائق 4 دقائق 37 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة حمد بن فران بن عتيق بن قريع المري، نهنيه على فوزها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاهينية قطعت المسافة في 4 دقائق 38 ثانية 10 أجزاء من الثانية. نهني طالب بن صالح بن عقيل المري كما نتقدم له بالتهنية على فوز الشاهينية. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث هدوء 4 دقائق 38 ثانية 28 جزءا من الثانية عيسى بن حمدان البلوي، نهنيه على فوز هدوء بالمركز الثالث.